أسس سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي الاحتفالي في كنيسة القديس جورجيوس، وذلك بمناسبة الأحد الثاني من لوقا، بمشاركة قدس الأيكونوموس عبد الله حمارنة راعي الكنيسة وحضور عدد من المؤمنين. وقال سيادته في عظة القداس: إن المسيح يعلمنا أن نحب أعداءنا ونصنع الخير مع من لا يستحق، وأن نعامل الناس كما نريد منهم أن يعاملوننا، فالله هو من يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين ولا يفرق بين أحد. ولما نحط نفسنا محل القريب، وقتها نجيب القريب ونحطه في قلبنا، ولما القريب يصير في قلبنا مننفتح على الآخر، منلتقي مع الآخر، من حب الآخر، ما منكون منغلقين بأنانيتنا وبفكرنا الخاص وبكبريائنا وبغرورنا. قديش مهم إنجيل اليوم كقانون، كقانون للعلاقات العامة، كقانون اجتماعي بين الأفراد، بداخل الأسرة، في داخل المؤسسات، في داخل المدارس والجامعات، في كل مكان. إنجيل اليوم هو قانون لكل واحد فينا اللي بده المسيح. خلي الآخر يسكن في قلبك، انفتح على الآخر، حب الآخر، ما تستنى شيء من الآخر، ولكن أنت اعمل اللازم تعمله وأبوك السماوي يراك. ما أجمل هاي العلاقة، إلا الإنسان يتخطى كل إشي خارجي ويبلش يعمل من الداخل من أجل خلاص نفسه، من أجل كماله وتقديسه. وإنجيل اليوم بوعدنا إنه أنت جوا وبتحاول إنك تخليك محل القريب، توضع نفسك وتجيب القريب وتحطه في قلبك، هناك ستلتقي مع الله المحب. ما أجمل وعد الإنجيل اليوم لكل واحد فينا، وكأنه الله بيحكي لنا لما تخلي القريب محلك وتجيب القريب وتحطه في قلبك، هناك رح تلاقيني أنا إلهك وخالقك. ما أجمل اللقاء أحبتي، ما أجمل هذا اللقاء اللي فيه منلتقي مع بعضنا البعض بالمسيح في قلبنا، في وجداننا، في كياننا. وهي بيكون الطريق اللي بنمشي فيها في الحياة. وفي الختام تضرع سيادته إلى الرب الإله بشفاعة القديس جورجيوس بأن يظلل هذه البلاد المحبوبة بحمايته، ويعطي أهلها الطيبين كل بركة ونعمة من لدن الرب. آمين. بصلوات بين القديسين، أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، ارحمنا وخلصنا. آمين. الثالوث القدوس ليحفظكم جميع أيام حياتكم وسنيكم أبنائي عديدة ومباركة وبالقداسة سلمتمكم.